UNFM 91.2. طيب سيدي نسمعوا تعديلات محورية تغييرات وزارية نقلة في مناصب عادي معناها برا نقولوا بلاد خارجة من ثورة عادي أما نسمعوا يخرجوا الزطالة باش يدخلوا الإرهابيين هذه في حد ذاتها لازمك جونتا باش تفهمها ما هو البلاد قامت وقعدت على القانون 52 وبعد البلاد قعدت وقامت وقعدت على عودة الإرهابيين لين البلاد ممكنها الجاير جات الحكومة قالت برا تنضرب عصفورين بحجرة اللي ضرب الحجرة طلع مقلع الحجرة جات علينا على فكرة بحب نقول له معناها قالك خرجوا الزطالة ونحطوا الإرهابيين بويسكو حبوساتنا تعبات ساعة أول حاجة كي خرجوا الزطالة ويدخلوا الإرهابيين لازم يعملوها لازم يهويوا الحبوسات باش يكونوا واضحين ويقسموا هكاك يدخل الكبران يقول لك أي سيدي جماعة للغام في بلاصة جماعة الماريخوانا جماعة المتفجرات في بلاصة جماعة الإكستا والإلزدي جماعة العمليات الإنتحارية يشدهون ياك وين كانوا جماعة الكوكايين شو ريت أنا اليوم انسبيروني النكت نتاع أمس دونك شدوا رواحكم ولا شدوا رواحكم عاد قال لك الزطالة خارجين والإرهابيين داخلين وقفوا هكا يتعرفوا على بعضهم ديو الإرهابيين قال له أنا أبو جهاد قال له أبو مسعد أبو هشام أبو حمادي تلفت لهم واحد من غادي قال لهم شو العزام فيكم شو واحد عازب دار له واحد من الإرهابيين قال له لا لن نستسلم حي حتى النصر قال له يا ولدي صايب عليك من حي النصر سلعة غالية تو نبعثك لشكون حي تضامن يفرح فيك قال لك في الحبس الرهابي كان في انجلترا هكا الرهابي هكا مطيح فهمت تلاقى مع زطال ضايع يلوج على الباب قال له ار يو لوست قال له نو ام بريزون بريك شد عندك كيف شد قال لك فما واحد رهابي متكيف حضر جونتا ما قاش شعو تعمل فجر روحه باش يشعل عادي لا لحظه قعد كي بدا كي جاوا هكا يبدلوا هكا يدخلوا زطاله ويخرجوا الرهابيين جا واحد هكا زطاله رهابي قال له صاحبي جوك بيه هكا تلقى في ساق الفرش طرف بو 10 فهمتني والورقه تلقاها تحت المخده وتلقى الكالك هكا مخبيها لك انا اصنع وحيده تعمل بوم مشى الرهابي على النيت وصنع قنبله فجر جنزانه قال لك الرهابي لقى جونتا تلفت له صاحبه ما يوفيهوش هذا قال لك الرهابي لقى جونتا تلفت له صاحبه قال له حرام يا اخي اقام عليها الحد شعمل لها قصر لها البونتا شو لا هذه بالرسمي لازم يفضلك قال لك زطال خرج من الحبس حب يسقر هكا ويكون مستقبله هكا ويخدم ويسيب عليه مش هذاك مشى يخدم في حانوت نتاع بريك جا مول الحانوت قال له والله يعطيك صحة تبارك الله عليك يديك خفيف في اللفين اما فهمتش حاجة علاش كل مرة تلف بريك تبلى بلسانك اي ايزي منوكات اي سورتو ايزي منوكات سورتو من بعد القانون الجديد نتاع الزطلة قالك الحط من عقوبة كل من يبلغ على احد المراوجين يا ودي ملي سمعوا بيك العوانة نتاع الحبس ما فهمش ريحتهم متخبيين وكجماعة من برا تعايط يا ودي ماشي حويجة من كل حد يا نسوم مرك حد يا ودي يمشي وايلك لمن ولا ما نقولها قالك الرهابي متكيف فرش هكا في القاعة نتاع الحبس هكا ولم بيصحاب هكا ورقد فهمت هو هكاك تلفت يلقى الكبران وراه تفجع تلفت لاصحابه قال لهم هكذا تكون صلاة العاجز غدوة نوريكم كيفاش رقدوا اهل الكهف اي سيدي مازلت هكا نخشى صغيرة لا كعبة قالك زطال دخل على رهابي هكا في زنزانة لقاه يغني درب القتال طريق الحياة وبين اقتحام يبيض الطغاة وتعطيم صوت جميل قالوا اش بيك صاحبي كيف بزروح وك عامل مكة شد هذي اعمل كميتين دس دورة ورجع له وش لقاه طاح علينا الليل الضحكة دمعة تسيل مازا تيل اي زي ملعبي شنو نحكم فلكو اي سيدي قالك وزير العدل عمل تصريح قال عنا 6000 مشدودين في الحبس على قضايا المخدرات قام وزير الداخلية عمل تصريح قال له عنا 2926 إرهابي تونسي خارج الوطن أبو بكر البغدادي أمير داعش عمل تصريح قال له والله غير تو مخسور بالخدمة ولا راني كملت لكم الباقي حوست فهم رفع عمر هذه كانت حوست فهم مع عمر حوست فهم مع عمر